Mosaïque FM Podcast. عزيتي كل سواء بوزيشنتي ام اللي فوق كنت تعب جنب قدام الراديو اوتش هانز ابوز الفوق هتا فوق الراديو قول نم صوت اليوم نم صوت مازال الماكسيموم نم صوت اليوم عادي هيك من نمتر لوجيك هيك حتى تونيك من الموزيك نمتر اللي قلبه صافي الناس تحافي اللي حبيبني قالوا نم صوت اليوم اسمه مش لي لاباس ما تحكي معايا حتى احكيها في نم صوت اليوم عندنا من فيتي يقول اللي هو عدى 19 موا وبيان 3 شهور في سوريا شي غاديك صار فيه تل ما قتلش شدوه ما شدوش عمل ما عملش عاود هذا كل شنو عرفوه اليوم مع بعضنا في النمسيون هذي النمسيون ذكركم اسمه مشني لاباس ما تحكي معايا حتى احكيها وتو تم تكمو نستقبل معنا النوفيتي تاعنا اليوم اللي اسمه ابو حسن سمنتا ابو حسن سمنتا كم انتو نوفو وانا وسهلا بيك في الراديو في النايل وقلنا سليم كلي بالضبط اخويا حبيب ميقال وفهمتني ان شاء الله تكون قد كلامك اللي قلته معاي قبل النمسيو منحب الشكلي توري وجهي ودو بريفرانس صوتي تعمل فيه شوية ديسباتشينو وفهمت حب ودي بي نسلم على جميعتي واصحابي وحبيبي كل في سوريا ابو عزيز ابو نعمين ابو قتيدة ابو حسين ابو كريم ابو فراس ودي كل فهمتني الناس اللي وقفوا معايا في سوريا بالضبط فهمتني عودي بنسير بالكاسيك تو وصل لسوريا وصل بورسال مسمع فيك في سوريا تو مي وكان تقولي تو ابو حسن سمنتا لويش زكتو مام مشيت لسوريا عودي لويش مشيت لسوريا وشنو مشيت زكتو مام مش تعمل غاد والله شوف معناتها مي قالوا اش نحكي معاك كلي بالضبط بالضبط فما انا انسان ياسر نغرق ونغطس في حاجة فهمتني سمعت كذبش عليك سمعت ناس قالوا لي سوريا في حاجة الجهاد فهمتني حسيت روحي كلي من بليكية في حكاية فهمت حبيت نمشي سوريا الحمد لله مشيت شاركت غادي وحمد لله ربي فهمتني معناتها سكزوفرانية زعما فهمت عاودي ماما مزوبلي هسي ابو حسن سمنتا التونسي العائد من سوريا لو كان قولي تو زكت ماما عاودي شنو كنت تخدم انت في تونس شنو اللي خليك تمشي لسوريا والله نقلبش عليك انا في تونس كانت حالتي رثة فهمت معني ما كنتش نخدم بقدي تنقولها فناي كنت نخدم الطبيبة فهمتني مدوسة ومعني ما كنتش ندخل في برشة فلوس حبيت نمشي لسوريا عشان نحسن وضعية اجتماعية اقتصادية تماوية فهمتني وحمد لله مشيت سوريا ومشيت معايا بالضبط فما هاودي بريس حنين ابو حسن سمنتا التونسي عائد من سوريا مدمنا في النايف لو كنت تقول لي قتلت عبيد غادي يودي بينصير الحمد لله معني جيت ليهم بالضبط فهمتني وتيت حلت فهمت ففينية فهمت كيف هي شنو شقلت وتيت حلت هاودي بريس حنين اقول لي يا ابو حسن سمنتا قديش قتلت من واحد في سوريا والله يشوف حبيب ميقالو معني قتلين مشوا فيس فهمتني تقولي قديش وقديش وقديش وحمد الله ربي انا معني ولد حومتي كل يعرفوني فهمتني معني قلبي كبير ياسر فهمت معني ما نحسب ايش فهمتني معني اللي قتلتهم مش ايش نقعد نحسب قد يقتل سيفري قتلت برشا 200 260 300 كتميل مش مشكلة فهمت اللي يعمل ينسى لازمه فهمتني هاودي برس حنينة مزو بلي لو كنت تقول لي كيفاش مشيت تو اللي نعرفو عليك اللي انت مشيت بلاش بوسبور كيفاش دخلت سوريا برس حنينة عطينا النادي والله ماني بعكس معني عبيد رجعتها ديفيسية محكي سيلة ياسر لوجيك للماكسيمو فهمتني تنقول لك كيفاه معني هو التراجية فهمت تخرج من تونس تمشي ليبيا من ليبيا نمشي لسلوفينيا كذا في سلوفينيا انت تم تكمل بطارية في تشيك مقابلتك فهمت تشيك البطارية فيها تدخل لتشيك عيدك اليمين فهمتي اشتقى مارتي نيجرو فهمت مارتي نيجرو تعمل روحك مريتي اشتكم طول ففينيش وفاس تلقى الشيشي شيشي غاديك فهمت معني تعمل علاقات في الشيشي ثم تكمل جمعة الشيشي يزوك سوريا فهمت معني مشي يحكي صعيبة برشا فهمت الحمد لله مشينا ونرجعنا فما هاودي بريس حنين ابو حسن سمنتا تونسي عاد من سوريا ففينيش قولي فمن حكي تجهيد النكاح هاودي بينصير فما من حكي تجهيد النكاح فما يعني الدويليات احنا توقع قاعدين نعملوا في الجو نقسموا في الجو فهمتني نعملوا الدويليات كل امير يعني عنده 20 جارية وكل امور هذي معناه ما فينيش كل واحد قاعد معناه قاعد اللوجيك عنده حق في جارية فما
شنو برسي حنين؟ معناه كل واحد يزولي عنده حق في جارية؟ بينصير مقام، كل واحد عنده حق في جارية، واللي جوج جدد عندهم حق في يبسة، فما إذا هو التكتيك في سوريا. وبرسي حنين ما تطولش معايا برشا، خاطر باش نمشي توا جريدة أخرى، باش نمشي نكذب الكلام اللي قلته معاك، خاطر ترنو ما عجبونيش القسطيات ياك. قلنا السلام. مزيكا فام بودكاست.